قائد يعني شف يعني رئيس على نعم عليه. يعني الشعب ايه ما فيك الشعب ايه قائد عليهم هن ايه ممكن كما مساعد. كانت الاشياء في الثوره الفرنسيه في 1789 يعني شيء غريب. ولكن الان نشاهد ان مثلا في ليبيا بالاخص ليبيا وصل الان على حسب الولايات المتحده وصل الان الى 10,000 قتيل من طرف المرتزقه اللي يعينوا القذافي نعم. في قتل شعبه نعم. وهذا الشيء يعني مؤلم جدا لان القذافي سوف لين يعني يغادر ليبيا او ينتزل ويقول بون نوقف هذه الحرب نعم. هو يعني ما عنده فين يروح لان قام باعمال يعني اجرامي نعم. اجرامي كثير فهذا أكيد. احنا نعيشه بكل الم نعم. هلا اكيد نعرف رح كمل بالعربي أوكي. نعرف انه في خريطه جديده للشرق الاوسط وحضرتك بتقول بكتابك انه كانه حيط برلين الجديد عم بيتهدم سيت ان ايمونس مور دو برلين كي تومب. مين عم بيستفيد من هالثورات؟ هل يا ترى بس الشعب اللي قام عم بيستفيد منها او يمكن كمان في بلدان اوروبيه او امريكانيه او امريكا عم تستفيد منها؟ وخاصه انه بالكتاب في شيء رائع سيد بن جلون انك حضرتك بتحط حالك محل الشعب الثائر ومحل القواد الدكتاتور. هذا يعني طريقة الكتابة لأن أنا قبل كل شيء كاتب. الصحافة تأتي من بعد لكن حاولت أن يعني أدخل ك يعني ممثل سينما في 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 رأسي وفي ذهن الدكتاتور لكي أفهم من الداخل كيف هذا الرجل يعني أو في أين هو ضميره وأين هو يعني واجبات الواجب اللي هو بده يعطيه للشعب. فدخلت إلى رئيس رأس مبارك وبن علي وحتى القذافي مثلا نعم. وحاولت أن أفهم لكن بالنسبة للدول اللي تستفيد من هذا أظن أن الآن لكي ينجح هذا الربيع العربي ما ينجح إلا إذا وصلنا إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. نعم يعني هو نقطة الانطلاق. النقطة أبسوليمون النقطة المهمة هي هذه. ما زالت حد الآن إسرائيل هي ما بدها في بسلام يعني بحرنت على أن السلام لم يكن في صالحها. لا بد من الحرب، لا بد من الاستعباد والاستعمار، ان الاستعمار اراضي فهي تحرك بعض الاشياء مثلا، لكن بدون سلام، بدون اعتراف بدوله فلسطينيه ديمقراطيه لا 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 سلام في المنطقه. نعم اكيد. حضرتك كمان بإتنسال حتحكي عن الاشخاص اللي حضرتك يمكن تعتبرهم هن ابطال مثل بتونس محمد بن عزيزي اللي بيحرق حاله. ليه حبيت تلقي الضوء على اشخاص مثل هالاشخاص؟ لان الثوره بدات بصفه غير منتظره عندما انتحر الشاب محمد بو عزيزي في ضواحي تونس. ما كان هو يفكر ابدا ان هذا الانتحار سيعطي يعني هذا الثوره يعني في العالم العربي وحتى خارج العالم العربي، ما كان واعي بهذا. لكن كان عم بيعبر هو يعبر على شيء على صح. يعني اهدى روحه وذاته الى هذه القيم المهمه اللي كانوا الناس يضعوا من اجلها. لكن في نفس الوقت كان بعض الناس اخرين حرقوا نفسهم يعني مش محمد فحسب. فيه كان في غير وبغير بلدان 25 تقريبا ما بين مزبوط. الجزائر وتونس ومصر صح. ولكن هذا اللي غريب انه ليس في التقاليد العربيه والاسلاميه ان الانسان يحرق حاله. هذا شيء جديد. وفي نفس الوقت يعني قالوا الناس يعني كما انهم اعطاهم
اعطهم انذار يعني لكي يخرجوا للشارع ويطالبون بحقوقهم. نعم يعني واحد يحرق حاله يعني عم يحرق جسد وانا وروح. كتبت كتاب صغير يعني ادبي اسمه بار لو فو بالنار. نعم. حاولت ان يعني ان ارى ماذا حدث قبل الانتحار، يعني شهر قبل الانتحار لتفسر يعني لتفسر اكثر اتفسر اكثر كيف الاهانه والحقره كما نقول احنا عندنا في المغرب العربي، الحقره يعني تحقر كل شيء يعني انه تهين كثير، كيف يصل الى انتحار ويصل الى يعني ثوره اللي صارت من تونس الى الجزائر، من تونس الى مصر والدول الاخرى حتى هي مهدده بهذه الثوره. نعم. مثل نعم. اليمن، ولكن انا ما افهم مثلا بنتكلم على اليمن ان عبد الله صالح يعني بتثبت بالحكم مع ان عدد كبير الاف اليمنيين يخرجون يوميا يقولوا خليك روح عنا روح عنا هو لا يشبك. هذا مرض، هذا بنلاحظ انه موجود ب يعني فينا نقول انه رياكسيون موجوده بكل الدكتاتور. هذا مرض يعني لانه هن بيبقوا بدهم متمسكين بتثبت بالحكم، ولكن ولو ان ما عنده شرف، ما عنده شرف. يعني الشعب عنده كرامة أكثر ما عندهم هو المسؤولين. ما عنده كرامة ما عنده شرف، لأن كان يعني يشوف أن كل الناس يقولوا روح عنا روح روح عليه، هو لا أبقى عندهم كلهم مثل القذافي مثل غيره. طيب بالقسم الثاني من كتابك إتنسال بتحكي عن أنه بتقول أنه كل بلد عربي ثورته صارت لأسباب مختلفة عن بلد تاني وبظروف مختلفة، يعني حضرتك ما بتقول أنه الأسباب زيتها لكل بلد وبتتطور بزيت الطريقة. مثلا في المغرب شيء تاني هو أظن الدول العربية اللي بدأت فيها التعديلات منذ محمد السادس، يعني منذ 10 سنوات تقريبا. نعم. عندما نعم. وصل إلى العرش فبدأ في تعديل أشياء كثيرة في البلد، منها حقوق المرأة وتعديل الكود دو لا فامي، منها منع التعديل في الكوميساريات والاختطاف الناس هذا، ومنها يعني حقوق الإنسان، وكذلك أعطى للصحافة مجال حر أكثر من قبل. والآن هو سبق الأحداث وعمل الخطاب في 9 مارس لكي يغير الدستور ويعطي الحكم فعليا إلى الوزير الأول كما يصير في بلدان أوروبية، ولكن في الشعب المغربي يتظاهر كل يوم الأحد. نعم. يعني نظام لحتى دائما لي بو فير بريسيون. نعم. باش ما نعم. ولكن المظاهرات تكون سلميه ما فيها عنف. نعم. الا في بعض الاحيان البوليس تكون عنيفة في بعض الأحيان. نعم. لكن المغرب الأشياء تمر بسلام الحمد لله. نعم. لكن هذا مش ما منشوفه اليوم ولا منشوفه في الجزائر مثلا، لأن الجزائر عندها أسلوب ثاني وتاريخ ثاني متغير بالنسبة للمغرب. نعم. على كل حال بتحكي كثير عن دور الشباب، هن اللي قاموا بالثورة، واليوم إلى أي مدى حضرتك بتقدر تحلل بهالموضوع انه هن هيدي هول الجيل الجديد الشباب اللي قاموا بهالثوره هن قادرين يسيطروا عليها ويوصلوا على اللي بدهم اياه؟ اولا فعلا فيه شباب، لكن في كذلك ناس شيوخ. انا لاحظت يعني في التحليل المتظاهرين من كل الاعمار، ولكن يمكن اللي هن الشباب اكثر. لكن شيء ثاني هو ان وصل الى راحوا من بلدان كانوا يدرسوا او يعيشوا فيها مثل امريكا ولندن واوروبا، دخلوا الى البلد لكي يساهموا في هذه الثوره. نعم. واتوا بمفاهيم جديده، ولهذا مثلا الاسلاميين ما كانوا في بدايه هذه الثوره، فنسوا ان الحديث الديسكور بتاعهم. نعم. لم يكن في مستوى ما الشعب يعني. نعم. نعم. كانوا هم لا زالوا في خيال، في غيبوبة فينا. وي. والشباب اللي جاء كانت عنده مواقف
مش مضادة للإسلام أو شيء، لكن يحصرون الإسلام ويخلوا الإسلام للناس، مش ميكون يعني إيديولوجية سياسية أو برنامج سياسي. وهذا شيء جديد، لأن الشباب كانت تطالب بقيم، باحترام القيم اللي هي موجودة كمان في القرآن، يعني احترام الإنسان وعدم القتل إلى آخره. لكن الثورة هي علمانية، يعني لايك، ليست بثورة في إيران دينية. على كل حال نحن نتأمل أن هذه الثورات رح توصل على تغيير ايجابي، بس ايجابي، لكن لابد ان نقول ان فيه ما يمكن تغير الاشياء بسرعه، لان الاشياء تتغير بطئا فبطئا، لان ما مش في سنه او سنتين. ولهذا الان في تونس والجزائر، فيه تونس ومصر، فيه بعض المشاكل فعلا طبيعيه، لان الثوره ليست يعني بحال قهوه تشربها وتصير يعني مرتاح، كله بده وقت، تيقين كمان صبر وشغل وعمل. طهار بن جلون، نحن بنتشكر كثير حضورك، انا بتشكرك، شكرا لكم لوجودك معنا. واتنسال كتاب طهار بن جلون بتلاقوه من بكره بكل المكتبات، اكيد رح يترجم الى عده لغات مثل غيره. شكرا. انا اتمنى للشعب اللبناني يعني السلام والطمأنينة، لان شعب طالما جرح في بعدد كثير من غير العداله، يعني بالظلم. شكرا طهار بن جلون، بعد مره شكرا. مشاهدي الكرام، بنتقل لزميلتي ريبيكا. بونجور ريبيكا. بونجور.